لقطات نادرة. الجمهور يستقبل جثمان رشدي أباظة لحظة خروجه من المسجد وفريد شوقي في حالة ذهول. في يوم 27 من شهر يوليو من العام 1980 رحل النجم الكبير وفتى الشاشة الأول الفنان رشدي أباظة في أثناء مواصلته تصوير فيلم الأقوياء الذي شاركه بطولته عزة العليلي ومحمود ياسين ونجلاء فتحي. لم يكن رشدي أباظة في كامل لياقته، فقد كان المرض أقوى منه، ولم يتمكن أباظة من استكمال مشاهد الفيلم الذي كاد أن يقترب من نهايته، ليرحل الفنان رشدي أباظة عن عمر ناهز 54 عاما بعد رحلة فنية أثرى فيها الفن المصري والعربي بأشهر وأهم الأعمال الفنية. اضطر المخرج أشرف فهمي مخرج الفيلم إلى الاستعانة بفنان آخر يجسد المشاهد الباقية للفنان رشدي أباظة، حيث وقع الاختيار على الفنان صلاح نظمي، وتم استخدام زوايا بعيدة حتى لا يلاحظ الجمهور وجود فرق واضح بينهما. كما وقع الاختيار على الفنان أحمد زكي ليقوم بتقليد صوت الفنان الراحل في تلك المشاهد المتبقية، حيث كان أحمد زكي معروفا عنه في الوسط الفني بقدرته وموهبته الفائقة على تقليد أصوات نجوم الزمن الجميل. حضر العديد من الفنانين جنازة الراحل، وفي صورة نادرة تظهر لحظة خروج الجثمان من المسجد وسط حضور كثيف من الجمهور. بعدها توجه الفنانون إلى المدافن لقراءة الفاتحة عليه وتوديعه الوداع الأخير، بينما حضرت طليقته سامية جمال الجنازة متخفية، وكانت قد انفصلت عنه قبلها بفترة كبيرة.